بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا. ولو أن الأصدقاء الذين ذهبوا إلى الخارج على الأغلب لم يرجعوا، لكن لأجل مواصلة النشاط الثقافي رأينا من الضروري أن نتكلم هذا اليوم أيضا كلمات حول بعض المواضيع. في قصة ذي القرنين الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتبع سببا. الحقيقة هذه الجملة الصغيرة لها دلالة كبيرة، أن الدنيا لا تتقدم إلا بالأسباب، لأن الله شاء أن يجعل الدنيا هكذا، ولعل لله سبحانه وتعالى عوالم لا تتبع الأسباب، وإنما النتائج تتحصل بدون السبب. كما أن الظاهر أن الجنة هكذا، يعني بالإرادة هنالك تكون الأمور. تريد أن تكون الآن في قم، وإذا أنت في قم، وتريد أن يكون الآن هنا طبق من الفاكهة، وإذا طبق من الفاكهة موجود، وتريد أن تكون شابا وأنت شيخ عمرك 60 سنة، وإذا أنت شاب. وقد جعل الله للآخرة مثالا في الدنيا المنام. المنام الإنسان يرى نفسه فجأة في كربلاء، وفجأة شيخا، وفجأة له 20 ولد، وفجأة ميت وما أشبه. أما دنيانا دنيا الأسباب. اليوم نريد أن نتكلم حول سبب تأخرنا نحن المسلمين. بمناسبة هذه الأحداث في إيران أحداث، في تركيا أحداث، حتى قرأت قبل أقل من أسبوع أن في تركيا أحرقوا أكثر من 200 مكان الجماعة المعارضة للدولة، وكذلك في ملايو أحداث، في فلبين أحداث، في أوغادين أحداث، في أرتريا أحداث، في كل بلد من بلاد المسلمين أحداث قليلة أو كثيرة. ما هي السبب؟ لماذا المتدينون لا يملكون الزمام؟ لماذا يقلون من الثورات؟ ولماذا ثوراتهم على الأغلب فاشلة؟ لماذا؟ كلامنا اليوم حول هذا الموضوع باختصار. الإخوان المسلمون في مصر وصل عددهم في مصر وحدها 5 ملايين. النبهانيون، حزب تقي الدين النبهاني وهو حزب التحرير، كان بين سوريا ولبنان والأردن. حزب المودودي منذ 60-70 سنة يشتغل في الهند وباكستان. حزب الماشومي في أندونيسيا اشتغل هؤلاء حتى وصل عددهم إلى 13 مليون. 13 مليون فرد عدد جدا مذهل أصلا، مو كبير. وحتى فرد فرع من فروعهم كان له 1000 مدرسة، فرد فرع من فروع الحزب الماشومي في أندونيسيا. في إيران نواب الصفوي وثورته، وأيضا في إيران فرد نهضة دينية أخرى صارت في زمان السيد البروجردي، حيث أفتى السيد البروجردي بوجوب دخول العلماء المجلس، يعني مجلس الأمة، وأيضا أجهض. وكذلك حركات أخرى في العالم الإسلامي، في أفغان، في تركيا حزب النور، هذا حزب كلش قوي وإلى اليوم قوي ويصلون إلى الحكم، وأظن عدنان مندرس كان منهم. لماذا أنه نرى أن في العالم الإسلامي أن الحركات قليلة
والحركات القليلة أيضا لا تنجح على الأغلب أو ما نجحت إلى اليوم. ولماذا نرى أن الحركات الأخرى البعثيين في العراق وفي سوريا، القوميين في مصر، الشيوعيين في أفغان وفي اليمن وما أشبه، هؤلاء نجحوا؟ الواقع أنه نجيب عن السؤالين، لكن نجيب عن السؤال الثاني جوابا موجزا وعن السؤال الأول جوابا مطولا. أما حركات غير الإسلاميين، إذن يكون لها حركات استعمارية، والمستعمر يبدل عبدا بعبد لا أكثر ولا أقل. فاروق عبد للغربيين، بدلوا بعبد الناصر عبد آخر. وكذلك العراق، نوري سعيد كان عبدا للغربيين، بدلوا بعبد آخر اسمه عبد الكريم قاسم. هذا الترقي في أفغان عبد لروسيا، بينما قبله كان عبدا لأمريكا، داود خان. وعلى هذا المعدل نجاح هذه الثورات، لأنها مو ثورات حقيقية، وإنما تبديل عبد بعبد، وهذا من اليسير، تبديل عبد بعبد. والدليل على أنهم يبدلون عبدا بعبد أن المنهج نفس المنهج، لكن يضيفون شيئين. الشيء الأول التزويق، حمرة والخضرة، عجوز يملأ وجهه أو وجهها أبيض أحمر أخضر، وتروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. فهؤلاء البدل هو التزويق، هنا أخضر ثم يصبوا أحمر. شيء ثاني أنهم يكبتون الحريات أكثر فأكثر، أما القوانين فنفس القوانين، الخمور نفس الخمور، القمار نفس القمار، الضغوط نفس الضغوط، المنهج الاستعماري الغربي والشرقي نفس المنهج. فالنجاح ثورة عبد الناصر أو عبد الكريم قاسم أو محمد الترقي أو عبد السلام عارف أو من أشبه، حقيقة مو نجاح ثورة، وإنما تبديل الغربيين والشرقيين عبيداً بعبيد آخر لا أكثر ولا أقل. هذا بالنسبة إلى هذه الثورات التي نراها ناجحة ويطبلون لها ويزمرون. أما لماذا الحركات الإسلامية قليلة أولا، والحركة على قلتها لا تنجح؟ هذا هو السؤال. وفي الحقيقة هذا التساؤل يكرر والأجوبة تختلف. أما بنظري أنا شخصيا، لماذا قليلة ولماذا لا تنجح؟ الحقيقة أن عدم نجاح هذه الثورات لعدم الوعي، يعني أن الثورة مو مكتملة. إذا كانت الثورة غير مكتملة والحركة غير مكتملة، هذا من الطبيعي لا تنجح. كطفل يولد وعمره أربعة أشهر، أو كطائرة ليس لها جناح، من الطبيعي لا تطير، ليس لها ماكنة، ليس لها بنزين، ليس لها عقب ذيل، لأن الطائرة تعتمد على الذيل كما تعلمون، هذه الطائرة لا تطير. وأحيانا لا تطير الطائرة لأجل شيء بسيط وصغير، فكيف إذا شيء كبير خلل في الطائرة لا تطير؟ هذه المكبرة التي تقرأ وتكبر، أحيانا فرد خيط صغير من الوائر يتقطع أو غير صالح، وهذا المكبرة لا تشتغل. كما أن هذا الإنسان الكبير في كل عين من عيون الإنسان 130 مليون عصب في كل عين، لكن مع ذلك أحيانا سد مجرى دمويا في الدماغ بمقدار عدسة توقف كل هذا الجهاز من رأسه إلى رجله، خلاص إلى المقبرة. الإسلام
على ثلاثة شعب إذا أردنا أن نحلل في صدد الجواب عن هذا السؤال. الشعبة الأولى شعبة دينية، على اصطلاحنا المسجد، المدرسة، الواعظ، الخطيب، الكتاب الديني، المكتبة، الكتب الدينية، رسائل العملية، مفاتيح الجنان، شرائع الإسلام للمحقق الحلي، عروة الوثقى لسيد محمد كاظم الطواطبائي اليزدي. هذه شعبة، هذه الشعبة مو مربوطة بالحياة، لا نقصد عدم ارتباطها بالحياة يعني لا تقوم أخلاقيات أو مسائل شرعية أو إصلاح بين زوج وزوج، هذا موجود، حياة ككل نقصد. هذه شعبة يزاولها كل المتدينين، مجلس ضخم يصعد فيه السيد الفلاني، وإني في الحقيقة رأيته في كربلاء وفي العراق في الحلة في غير أماكن، مجالس ضخمة عجيبة في الضخامة، لعل الحاضرين 50,000، والخطيب هم يبدأ في قضايا إسلامية وفي قضايا أخلاقية وفي مسائل شرعية، وكلهم يقومون معجبين بهذا الخطيب البارع وهذه المواضيع الإسلامية الجيدة. هذا صنع حسنا الخطيب، والسامعون صنعوا حسنا، والباذل صنع حسنا. أنا في كربلاء كنت أقول للإخوان وغير الإخوان أيضا، كما يعلم بعض الأصدقاء الجالسين هنا، أن صلاتني في كربلاء كانت ضخمة إلى أبعد الحدود، حقيقة لعلها ثالث صلاة في العالم الإسلامي كما كانوا يقولون في أيام الأعياد وما أشبه وفي أيام الزيارات. لكن مع ذلك كنت أقول للأصدقاء أن الحكومة بالشطبة تطيرنا وتطير الجماعة، ما كانوا يصدقون صلاة جماعة ضخمة وعشرات الألوف من الناس يصلون، هؤلاء صلاة، وصلاة صحيحة وعمود الدين وواجبة، لكن هذا مو كل الحياة، شيء من الحياة، هذا قسم أو شعبة من الإسلام. الشعبة الثانية من الإسلام والذي لم نصل بعد إليه نحن المتدينين في كل العالم الإسلامي، الأحزاب والكتل والمنظمات ورجال الدين والمراجع والخطباء، شعبة التجدد في الإسلام في الوسائل، إذاعة، تلفزيون، صحف، مدارس أهلية، مستشفيات، بنوك، نوادي، سينمات إسلامية وما أشبه. هذا إذا أردنا أن نتصور أنه شعبة ثانية من الإسلام حسب الظروف الحاضرة. نعم نحن طورنا المتطورون منا شيئا بسيطا، يعني بدلوا الصوت العادي بالمكبرة، وفتحوا كم مدرسة أهلية في بعض البلاد الإسلامية، أما دار الإذاعة لنا لا، تلفزيون لنا لا، صحف لنا لا، سينمات لنا لا، نوادي لنا لا، وأخذ اللاءات. هذا شيء ثاني، وهذا أيضا غير مربوط. لنفرض أني شخصيا تمكنت والأثرياء ساعدوني وشرينا 100 تلفزيون، دار الإذاعة، دار التلفزيون، ثم ماذا؟ أو شرينا فرضا 100 دار الإذاعة، حتى إذا فتحت الراديو وإذا دار الإذاعة الإسلامية في مكان كذا تنطق، ونطق عن علي وفاطمة والرسول والحسن والصلاة والصيام والصدق والأمانة والخمر والقمار، ثم ماذا؟ هذا واجب لا شك وصحيح لا شك وضروري أن نسير حتى نصل لا شك. أو فتحنا مدرسة مثلا أهلية ضخمة 3,000 طالب وطالبة فيهما، يعني في المدرستين، هذا هو الشعب الثاني من الإسلام المتطور. تطورنا
اشترينا مطبعات وفتحنا دار تبليغات وفتحنا إذاعات وتلفزيونات وإلى آخر القائمة، واستأجرنا أو اشترينا طائرات للتبليغ. الشيخ حميد كتب من أمريكا يقول أن المسيحيين مزودون بالطائرات للتبليغ مثل سيارات في الكويت، يعني فلان مسيحي وفلان كنيسة له طائرة، بالطائرة يرسل أفراده إلى أبوظبي وإلى دبي وإلى القاهرة وإلى لندن. فرضا وصلنا، هذا هو الشعبة الثانية من الإسلام، المتدينون، الأحزاب، الكتل، المراجع، الخطباء. هذول تفكيرهم أن يحوروا الإسلام ويحولوه ويطوروه من الدرجة الأولى التي ذكرناها إلى الدرجة الثانية. ولذا أي إنسان صنع هذا الصنيع معجبون به، فلان إنسان فتح مدرسة أهلية. الحقيقة كثير من الأصدقاء يمدحوني في كربلاء أو هنا، وأنا في قرار نفسي أفكر أن هؤلاء غير فاهمين للحياة حتى يمدحوني، ولو كانوا يفهمون الحياة ما كان لمدحهم موقع، لأن منتهى الأمر صنعنا شيئا صغيرا من الواجب في الدرجة الأولى كالمدرسة، أو شيئا صغيرا من الواجب في الدرجة الثانية كمدرسة الإمام الصادق الأهلية في كربلاء مثلا، أو الحفاظ في كربلاء. ثم في الدرجة الثانية إذا ترقينا نمنع المحرمات، هذا أيضا واجب. إنسانا واحدا خمارا تمنعه عن الخمر ولو في هذه الليلة، ليلة الجمعة، فعلت فعلا ثوابا كبيرا. لكن لنفرض أن في العاصمة الكذائية أكو 14,000 مخمر، وهذا واقع في أحد عواصم البلاد الإسلامية، لكن أن تتمكنت أن تسد مخمرا. أحد الخطباء الذين توفوا جديدا قالوا أنه تمكن أن يسد مخمرا ويبدله بمكتبة، عظيم هذا اللي ينقل ويقوله، لا شك عظيم. لكن لنفرض أن هذا الخطيب المتوفى رحمه الله سد 14,000 مخمر في ذلك البلد، ثم ماذا؟ هذا صنع الدرجة الثانية من رقية درجات الإسلامية، وعمله صحيح وهو مأجور ومثاب، لكل سد مخمر 1,000 قصر في الجنة. لكن هل ارتبط بالحياة؟ الجواب لا. ما هو المرتبط بالحياة؟ الدرجة الثالثة التي الآن نقوله. الدرجة الثالثة في الارتباط بالحياة وعي وتطبيق، يعني أنه نعرف ما هو الحكم في الإسلام عموما، نعرف. صدقوا أن هؤلاء الذين يقولون نريد حكما إسلاميا، وهم كثيرون الآن منذ 20 سنة، 25 سنة، من زمان عبد الكريم قاسم، هذا كان مشهور في العراق وفي غير العراق وفي إيران الآن، اسألوهم ما هو الحكم في الإسلام، ما هو صورته، هذا يسمى وعيا. ثم بعد الوعي يأتي دور العمل الموصل كما فعله رسول الله، يعني أن الرسول جمع جماعة ملأهم وعيا بالحكم الإسلامي ثم دفعهم إلى الأمام حتى أخذوا الحكم، هذا صحيحهم صحيحا كعليا وباطلهم باطلا، لكن في خط الرسول أخذ الحكم، مو في خط أبو لهب أو في خط كسرى أو في خط قيصر أو في خط النجاشي، وإنما في خط الرسول أخذ الحكم. هذا هو الشيء الذي نفقده نحن جميعا، وعيا وثم دفعا إلى الأمام. السياسة، الوعي السياسي ما عندنا واقع.
وأنت إذا طلعت 1000 كتاب إسلامي لا تجد في 1000 حتى 10 كتب فيها وعي سياسي: صلاة، صوم، أبو ذر الغفاري، تاريخ الرسول، حرب الردة، علي بن أبي طالب، جمل، وإلى آخر القائمة. أما القائمة الدراسية جمع المقدمات، سيوطي، مغني، حاشية، جامي، وروح للمكاسب. هذا أولا. ثم الدنيا اليوم تتوقف على الاقتصاد، فهم الاقتصاد. أما ماركس فيقول أن العالم يحركه الاقتصاد فقط، هذا كلام غير صحيح. لكن لا شك أنه من أول يوم في العالم أن الاقتصاد كان له مدخلية في تحريك العالم، مو السبب الأوحد، وإنما جزء سبب كبير. الفقر سواد الوجه في الدارين، هذا حديث. وعجبت للفقراء كيف لا يخرجون إلى الأغنياء بسيوفهم، هذا حديث أبي ذر، يعني رواية قالها أبو ذر الغفاري. من لا معاش له لا معاد له. فهم الاقتصاد أولا، ثم دفع الناس إلى الاقتصاد. الآن الحروب الاستعمارية كلها حروب اقتصادية، يعني الآن على البلاد الإسلامية يحاربون لأجل اقتصادها. يقولون الاستعمار السياسي قل في البلاد وتبدل الاستعمار الاقتصادي. يعني سابقا بريطانيا كان يحارب على إيران لأجل أن يكون هو سيد إيران، الآن ما يفكر في أن يكون سيد إيران هو وزيد بن أرقم، وإنما الآن يفكر أنه هل فلوس اللي يكون لإيران، للكويت، للعراق، كيف يستوعبها؟ هذا يفكر الشخص. وكذلك أمريكا، وكذلك روسيا، وكذلك الحروب التي تقوم الآن، كلها يقولون حروب من نوع ثاني استعماري، وهو الحروب الاقتصادية. وفي الحقيقة كتل المتدينين حسب اطلاعي القليل أصلا مو مربوطين بالاقتصاد، لا وعيا ولا طريقا، لأن الوعي وحده لا ينفع، وإنما وعي وجماعة يمشون حتى يطبقون هذا الشيء، مو موجود فقط. سواء تشوف المودودي، أو ترى الحسن البنا، أو ترى تقي الدين النبهاني، أو ترى نواب صفوي، أو أي إنسان آخر من هذا القبيل، قولنا أننا نريد حكما إسلاميا أو سياسة إسلامية أو اقتصادا إسلاميا، هذا قول يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى الدفع إلى الأمام. غاندي ربى جماعة 4 ملايين إنسان ثم دفعهم للحكم، أخذ الحكم من البريطانية. ولذا في الهند من زمان غاندي إلى هسه واحد انقلاب ماكو أبدا. أما باكستان القائمون بها ما كان عندهم هذه القدرة، سوى انقلاب إسلامي محمد علي جناح وقبض باكستان. أما محمد علي جناح بعده انقلاب، بعده انقلاب، بعده انقلاب، وإلى اليوم انقلاب ضياء الحق. شنو فرق بين الهند وباكستان؟ وكلاهما كانت بلدتان أو بلدة استعمارية، ثم تحررتا عن الاستعمار في سنة 48 قبل 30 سنة. لماذا الهند بقيت طود وباكستان على قول شيخ عبد الزهرة كريشة في مهب الريح، طائشة لا تستقر على حال من القلق؟ شنو السبب؟ معجزة يعني؟ هل هناك إعجاز في باكستان يصير فيه انقلابات، أو إعجاز في الهند ما يصير فيه انقلابات؟ وكيف أن أنديرا غاندي هذه المرأة تحاكم علنا لأنها استخدمت سيارات الشرطة في انتخاباتها فقط؟ مادة المحاكمة هاي، مادة المحاكمة المهمة. بينما أن في بلادنا إنسان يأتي إلى الحكم بالرشاشات يحصد الألوف وعشرات الألوف، وفي المساجد وفي المدارس والعلماء وفي السجون المعذبون بكثرة، ويبيع الاقتصاد ويشتري وكل شيء يصنع. سره أن غاندي فهم كيف الحكم، ونحن المتدينين لم نفهم كيف الحكم. غاندي فهم أن الحكم مفهوم، وإنما تربية جماعة 1000، 2000، 5000، ولو يمتد 50 سنة،
ثم يدفعهم إلى الحكم. لما وصلوا إلى الحكم يحفظوا الديمقراطية والشورى. لكن نحن لم نفهم هكذا. مو نحن، أقصد أنا المتدين حسن البناء لم يفهم هكذا. رئيس الإخوان أو المودود رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية لم يفهم هذا المعنى، أو تقي الدين النبهاني رئيس حزب التحرير لم يفهم هذا المعنى، ونحن أيضا لم نفهم هذا المعنى. لذا هم بقوا طودا ونحن صرنا ريشة. الوعي السياسي في خط الحكم وعيا ومشيا. قد يكون أنا أعرف أن طريق كربلاء من هنا لكن ما أمشي، لا أصل. نفهم ونمشي. ثم والوعي الاقتصادي في الحقيقة هذا من أهم الأشياء. أني منتهى ما قرأت من الكتب الكثيرة حول الأمور الإسلامية، لعله 10 كتب، لعله 15 كتاب، إذا أريد أبالغ 20 كتاب حول الاقتصاد. أما المتدينون يربون جماعة يفهمون الاقتصاد العالمي والمحلي والنفطي وميت شيء آخر، ما وذاك الصعب. جيش حقيقة، جيش جرار من الفاهمين للسياسة ومن الفاهمين للاقتصاد. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث في الخط الثالث، الخط الذي لا نسير عليه، الصناعة والزراعة. الزراعة للأكل والصناعة للتكنولوجيا. ما عندنا في هذا الخط حتى خطوة. لنمثل، في العراق صار الإصلاح الزراعي في زمان عبد الكريم قاسم. الإصلاح الزراعي الكذب والدجل. وفي إيران صار الإصلاح الزراعي الكذب والدجل، لأن في الحقيقة هؤلاء الذين يطبقون الإصلاح الزراعي ويقولون الإصلاح الزراعي هذا كذب ودجل. هم يريدون تحطيم الزراعة في البلاد، لأن يستوردوا القمح والبنة والشعيرة واللبن والأرز من الخارج لا أكثر ولا أقل، وإنما تزويق أكو ودجل أكو وأبواق لا أكثر ولا أقل. شاهدي على أنه الآن من الإصلاح الزراعي العراقي 20 سنة ومن الإصلاح الزراعي الإيراني 15 سنة. أيكم رأى 5 كتب ضد هذا الشيء؟ 5 كتب مو أكثر. مع العلم أن هذا الشيء كان معناه تحطيم الزراعة وتحطيم اللحم وتحطيم الأبقار وتحطيم الرعي وتحطيم كل أكل لنا حتى يأتي من الخارج. يعني ليس لنا وعي. وفي الحقيقة أني فقط رأيت كتابا واحدا وهما الأخ، وأني حرصته على أن يألف هذا الكتاب، الإصلاح الزراعي في الإسلام. والحكومة العراقية الموقرة في يومها صادرت كل نسخها، خلص في أمان الله. الصناعة والزراعة على اللون الإسلامي وعيا ثم تطبيقا، هذا هو الخط الثالث الإسلامي الذي هو السبب لفشل كل الحركات الإسلامية. وعي سياسي ومشي سياسي، وعي اقتصادي ومشي اقتصادي، ووعي صناعي وزراعي ومشي صناعي وزراعي. إحدى المجلات وهي الحوادث اللبنانية قبل أسبوع كان يكتب يقول في فلان بلد تسقط كل أسبوع، على نصه كل أسبوع تسقط ألوف القتلى، وأن أسبوعا واحدا كفيل بإسقاط النظام، لكن النظام كالجبل أي شيء لا يصيبه. أكو الصياح، لكن الصياح غير سقوط النظام. يعني ألوف القتلى في أسبوع معناه سقوط النظام. فلماذا بعد 10 أشهر أيضا ماكو أي شيء؟ هو يقول وهو يستغرب الحوادث اللبنانية. جوابه عندي، لأن ألوف القتلى الذين يسقطون هذول في بعد واحد، نحتاج إلى أبعاد. يعني إلى جانب سقوط ألوف القتلى إذا كان عندنا اقتصاد،
وعي اقتصادي ومشي اقتصادي، وكان عندنا وعي سياسي ومشي سياسي، وكان عندنا وعي صناعي وزراعي ومشي صناعي وزراعي. في الأسبوع الأول كان يسقط لا شك فيه، لكن شيء واحد من الثورة تكون، شيء واحد من الثورة لا تنفي. مثل إنسان يتعجب يقول هذا الإنسان له قلب وله عين وله أذن وله فم وله يد وله رجل، كيف لا تمشي؟ الجواب إنه عينه وكل شيء صحيح، لكن مخ ماكو، أو كلية ماكو، أو كبد ماكو، ما عاد تعجب واقع. فقط إن ننظر، يعني إن المتدينين 50 سنة الآن، جاء أقول ما أقول في مكان واحد أبدا، المتدينون هؤلاء كما يدل عليه حركاتهم وكتبهم أنهم ينظرون إلى بعد واحد فقط، بعد الثورة. بعد الثورة صحيح، لكن بعد الثورة كالقلب، القلب صحيح، لكن هل القلب وحده صحيح، أو يحتاج إلى كبد، ويحتاج إلى معدة، ويحتاج إلى مخ؟ مشكلتنا نحن المتدينين أننا أولا لا نفهم الحياة. قلنا نفهم الإسلام الأول، المدرسة والمسجد والخطيب والكتاب الديني وشرح اللمعة، هذا نفهمه. وأحيانا المتنورون منا يفهمون الأمر الثاني، يقولون إحنا نحتاج إلى إذاعة، نحتاج إلى تلفزيون، نحتاج إلى جريدة، نحتاج إلى دار التبليغ، نحتاج إلى مجلة، نحتاج إلى نادي. هذا المتنورون منا. أما إذا جئنا إلى الدرجة الثالثة وقف أفهمنا خلص. وحتى إذا قمنا بالثورة، لأن الإخوان المسلمين في مصر قاموا بالثورة، نواب صفوي في إيران قام بالثورة، المودودي قام بالثورة، نقي الدين النبهاني في أردن قام بالثورة، هذول قاموا بالثورات، الثورات الدينية، لكن كلها سقطت 50 سنة الآن، مو يوم، لأنهم مثل الجيش عنده دبابة ما عنده طائرة، والجيش المخالف عنده دبابة وطائرة، طبيعي الجيش المخالف يتقدم. الجيش الغربي والشرقي عندهم اقتصاد متكامل، وعندهم سياسة متكاملة، وعندهم تكنولوجيا متكاملة. هذا الجانب عنده ثورة، ثورة وحدها لا تنجح، شيء طبيعي. ولا نقول هذا الكلام يأسا أبدا، أنا من الأشخاص الذي لا أيأس حتى إذا بقيت وحدي متدينا في كل العالم. لنفرض أن كل المتدينين في العالم توفوا وماتوا واستشهدوا وبقي كل العالم كافرا، أنا وحدي لا أيأس أبدا، ماكو يأس. وإنما نقول هذا الشيء حتى نعمل على هذا الخط، على خط الوعي السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، وعلى مو وعي فقط، الوعي مقدمة، وعلى المشي. الوعي يعني ذهبت إلى الطبيب والطبيب أعطاك راشته، هذا الدواء، هذا الحب، هذه الأبرة يجب أن تستعمله، هذا وعي. بعد ذلك يجب أن تطبق حتى تشفى، ثم أتبع سببا. يعني يجب علينا إذا أردنا أن نأخذ بشيء في العالم اتباع أسباب جعلها الله. إذا ما اتبعنا أسباب جعلها الله، الله مشيئته في الحياة، حتى إذا كان الإنسان على حق 1000 1000، وحتى إذا كان عدوه على باطل 1000 1000، إذا الحق غير مزود هو عيسى الذي يصلب على قول المسيحيين، أو أريد أن يصلب على قولنا نحن، هو الحسين الذي يقتل ويسحق، والباطل يزيد الذي يشرب الخمر وله شخصية حقيقة هكذا. وأبو ذر الغفاري المنفي الذي يموت جوعا
وأبو هريرة الشيخ المضيرة الذي يطلع اسمه في كل الإذاعات 1400 سنة وقع، لأن الدنيا دنيا أسباب. وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول في الحقيقة ما أدري، الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول وأين يتاه بكم، الله في القرآن الحكيم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قل احنا بناءنا في الدنيا نمد الصالحين ونمد الفاسقين والفاجرين والطغاة والكفرة بناءنا هذا. وفي القرآن الحكيم أيضا آية قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، أنبياء الله كانوا يقتلون ويسحقون، أنبياء الله المتصلين بالسماء، لأن الأسماء مو متوفرة لديهم. فيقتلهم يقتل يحيى زاني وأقل أكثر ولا أقل منه. نحن في الحقيقة بحاجة إلى الخط الثالث الإسلامي، وقلنا أن الخط الثالث الإسلامي يتقوم بالوعي السياسي، الوعي الاقتصادي، الوعي التكنولوجي في ناحية الوعي، ثم بحاجة إلى المشي السياسي، إلى المشي الاقتصادي، إلى المشي التكنولوجي إذا أردنا الوصول. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.